بركه الله غادي نديرو لا بيشاميل، غادي نديرو بها البوارو البورو الكراتان ديال البورو. ها هو غادي نوري لكم من بعد. المرحله الاولى غادي نبداو بها لا بيشاميل. غنوريكم واحد البيشاميل اللي سهله سهله بزاف. هنا درت كاس كبير ديال الحليب ونص كاس ديال الماء. غادي نشدوهم ندير فيهم معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نديرو معلقه كبيره ديال الدقيق، بصله الملح ونص دامه البنه. كلشي غادي نرميو في دقه واحده. نديرو شويه البزار، غادي نحركوهم مزيان. وغادي نطيبو لا بيشاميل على نار مهيله. كلنا كنعرفو نطيبو لا بيشاميل، ملي غادي تخطر غادي نحيدوها. وغادي نوريكم الطريقه ديال البورو ان شاء الله. غادي نصوبو بيه واحد الكراتان كيكون راقي ومميز. غادي نوريكم الطريقه سهله وبسيطه ومختلفه، بقاو معنا. بالنسبه للكراتان ديال البواغو ولا ديال البورو، غادي نشدو مقله، غادي نديرو الملح، وغادي نديرو ان شاء الله الزيت ماشي بزاف، والبزار. غادي نشدو بصله مشلضه بحال هكا جنيوحات، وغادي نخلوها تشحر تدبل. من بعد حنا عندنا البورو منقي ومغسول ومقطع بهذه الطريقه، مقطع هانتوما قطعتو بهذه الطريقه. ملي كيكون البورو موجود انا كنشريه وكنغسلو وكنقطعو بهذه الطريقه وكنديرو في الكونجيلاتور كيصبر ليا فيما كنحتاجو. كنبغي ندير داك الكغاطان اللي كنبغي اولا نديرو في الصوبه كنجبدو، يعني هذه الطريقه اللي تخزني بها البواغو. غادي نشحر البصله. ملي غادي تشحر البصله غادي نضيف عليها البوارو، غادي نخلي كلشي يتشحر مزيان حتى يدبال البورو، وديك الساعه غادي نوريكم التتمه ان شاء الله، بقاو معايا. بالنسبه للكراتان ديال البواغو، احنا شحرنا البصله والبورو مع شويه الزيت وشويه الملح والبزار حتى ولا بحال هكا ودبال. لا بيشاميل ها هي وجدات، لا بيشاميل السريعه اللي وريتكم ها هي. غادي نديرو محدها سخونه وهي سخونه، غادي نديرو فيها الفروماج، يعني الكميه اللي بغيتو. والله العظيم انا ما كنقيدكمش بمقادير، يعني على حساب المستطاع والموجود. كتحركي مزيان هكا حتى كتحسي بان داكشي داب، الفروماج داب مع البيشاميل. غادي نشدو حصص فرديه، بامكانك تشدي انت غير بلا واحد ديال الكراتان، انا غادي ندير حصص فرديه. غندير هادو وغادي نبدا نفرق البورو عليهم. بهذه الطريقه انا درت الكميه ديال 4 الناس، وانتم ديروا على جوج اشخاص، 3 4 6، يعني القدر اللي بغيتو. والبورو تبارك الله راه كيكون موجود، راه مازال موجود حاليا ورخيص، ثمن مناسب وصحي، صحي بزاف البورو. دائما كنديروا الكراتان ديال الشوفلور ولا كراتان ديال البطاطا ولا كراتان ديال الكورجيت، نوعوا شويه. غادي نشدو لا بيشاميل، غادي نحاولوا نغطوها بشويه بيشاميل بهذه الطريقه. نحركوهم بحال هكا، نسرحوهم. بغيتي ديروا الفرماج من الفوق ديروا، ما بغيتوش الفرماج اللي خلطناه مع لا بيشاميل كافي. بهذه الطريقه
وبهذه الطريقه الكراتان ديالنا كيكون واجد حتى كيجو ضيافي ان شاء الله. عاد غادي ندخلوا الفران لانه دغيا كيطيب، وغادي نوريكم كيفاش كيولي ملي كيطيب، يعني كيجي غراتيني وزوين. وان شاء الله تطبقوا الوصفه في البيوت ديالكم. انا ملي غادي نطيبو غادي نوريه لكم ان شاء الله، غادي نصورو لكم. نتمنى الوصفه تعجبكم وتابعوني، ودائما غيكون الجديد ان شاء الله، ويكونوا وصفات اللي هما مختلفين ماشي الوصفات الكلاسيك، وصفات بسيطه ومتناول الجميع ان شاء الله. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش تبارطاجوا وتدعموني وديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وعواشر مبروكه، ونتمنى تكون هذه الوصفه عجبتكم، نالت الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم، وشكرا.